مرحبا يا شباب، واهلا وسهلا فيكم في حلقه جديده على قناتنا وتسكان. اليوم حلقه جديده ربي تعجبكم. اليوم يا شباب حتكون حلقتنا عن مخططات السيارات. عندنا سياره من نوع بسات موديل 2010. قبل ما نبدا حلقتنا يا شباب لهذا اليوم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناه وتفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد في عالم برمجه السيارات الحديثه وبرمجه المفاتيح. وحابين نذكركم حنبدا سلسله حلقات في عالم مخططات السيارات وفحص السيارات على قناتنا اوتوسكان. محتاجين دعمكم. لو حدا بيعرف اي شخص بيعمل في مجال برمجه السيارات الحديثه وبرمجه المفاتيح وحابب يتعلم، ادعوه على قناتنا اوتوسكان ليتم التدريب على مجال برمجه السيارات الحديثه وبرمجه المفاتيح. في البدايه شباب احنا نستخدم برنامج الاوتو داتا في فحص مخططات السيارات للسياره من نوع بسات موديل 2010 مفتاح بصمه. بيتم تشغيل المفتاح من خلال ادخال المفتاح عن طريق الحاضنه الخاصه بالمفتاح السمارت كي، حنشوفها الان. طبعا لو اي مشاكل في السمارت يا شباب مش هياخد عندي المفتاح امر للتشغيل. هذا عندنا مفتاح البسات. طبعا في عندنا هنا النصله شباب لفتح الباب، لاحظين عندي هان في عندي النصله الخاصه للباب عندي هنا هيك. حنقوم الان استخراج النصله، طلع النصله بالله ابو عمر، طلع النصله. هذه النصله يا شباب هذه في حال حدا عنده مشكله ضعف في البطاريه، لاحظين عندي ايوه بالضبط هاي لفتح الباب. في حال عنده ضعف البطاريه بقوم بالفتح من خلال السويتش في النصلة الخاصة بمفتاح البسات. هذا الفتح وتأمين السيارة. في حال عندي ضعف البطارية الخاصة بالمفتاح بقوم أنا بنزع النصلة. هنشوف الآن مخطط السيارة من نوع بسات 2010 عن طريق برنامج الأوتو داتا. نختار هنا 2010 شباب مثل ما احنا ملاحظين. الآن يا شباب شرح تفصيل للبرنامج. الآن عندنا السيارة 2010 من نوع فلوكس أوجن مثل ما احنا ملاحظين، هيك أوضح الشاشة. فلوكس أوجن بسات. عندنا هنا نوع الموتور 1400 1600 بنزين. طبعا هي السيارة ديزل، بختار ديزل 2000. طبعا شباب احنا نقسم الحلقات كل حلقة على جزء بحيث ما ناخذ معنا وقت لشرح المخططات. حيكون كل يوم ان شاء الله تنزيل حلقة لشرح المخططات. الان يا شباب هنا اخترت نوع السيارة بالتفصيل، بختار هنا على تحت هنا عندي هان بختار اوكي. عندي تحت اوكي. الان يا شباب للتبسيط عشان نبسط عملية العمل على برنامج المخططات، شايفين عند البرنامج يا شباب بنقسم هنا نقسمه لجزئين. عندي هنا خاص بالميكانيك وهنا خاص بالكهرباء، يعني هنا الجزء خاص بميكانيكا السيارات وهنا خاص بكهرباء السيارات. كيف هنا خاص بميكانيكا السيارات؟ عندنا هنا القسم يا شباب الخاص بالميكانيكا، ضبط العجلات، الضغط الخاص بالعجلات، تجميع الموتور، القطع خاصة بالموتور، كيف آلية فك الموتور وتجميع الموتور، آلية رفع السيارة باستخدام الرافعات، خيار الكي بروجرامينج، برمجة المفتاح وتغيير البطارية وغيره. يعني هذا القسم يا شباب حناخذ القسم الميكانيكا وعندنا قسم الكهرباء. حناخذ اول حد جزء شباب جزء الخاص بمجموعه كهرباء السيارات. لاحظين عندي هنا شباب في عندنا فراغات هنا غير واضحه، هذه يعني انا بقدرش ادخل عليها بشكل هذا هيك زي انجن مانجمنت بن داتا. لاحظين عندي هنا مش واضحه عندي. هذا الخاص بفحص البنات الخاصه باللوحه. عندي كمثال انجن مانجمنت كومبوننت تيستينج اللي هو خاص بنظام الموتور وفحص القطع الخاصه بالموتور. دياجنوستيك ترابل كود، فحص الاكواد الخاصه باعطال السيارات اللي هي الاكواد. لما انا اجيب جهاز الفحص بقوم انا بالبحث عن طريق الاكواد عن طريق الجهاد. لاحظين عندنا في قوائم غير واضحه هان مخفيه. في انا عندي الاير باك، اير كونديشن، الاي سي، عندي نظام الاي بي اس، نظام العجلات، لوكيشن خاص باماكن القطع داخل السياره. لو حطنا عندي هان الورنينج ديجرام مخططات السياره، هنختار احنا كمثال لوكيشن اماكن القطع داخل السياره. لاحظين عندي بس مدينا هنا الاير باك، حيديك هنا قائمه تحت مثلا بالاي بي اس بنظام الموتور. هنختار احنا نظام الاير باك كمثال. لاحظين عندي هذه اماكن القطع الخاصه بنظام الاير باك بالتفصيل اللي هو نظام الكراش، الاير باك، نظام الحادث اللي عندي هنا. كل نظام حسب السياره عندي على الشبابيك في عندي هنا اير باك، في عندي في المقدمه، عندي بالصندوق في اير باك، عندي على الشباك. هذا اللوكيشن يا شباب واماكن القطع. احنا كمثال لو ما كانش عندي ظاهرة العلامات
هختار انا نوع اقل من الصير، هذه المعلومة نحفظها شباب. بختار هنا شايفين عند 2010 بنزل الموديل الاقل بسنة او سنتين، لانه نفس الموتور يا شباب من 2007 اعطيني هنا 2010 نفس الموتور. هنختار احنا كمثال هنا عندي 2007 او 2008 واختار عندي تحت اوكي. لاحظوا عندي فتحت بعض القوائم، بعض القوائم ظلت مخفية عندي هان. حنشوف انا لسه صار اختلاف في اللوكيشن نفس الاشي، نختار 2007 بختار ديزل. لاحظوا عندي في اكثر من سيارة، بختار تي دي اي بختار اوكي، بنزل لتحت بختار اوكي. لاحظوا عندي اختلفت القائمة كلها، عندي انجن مانجمنت، نرجع للخلف لاحظوا عندي في قوائم فتحت هنا عندي هان، لكن في ظلت قوائم مخفية زي انجن مانجمنت بن داتا. هذا الفحص البنات الخاصة بلوحة الكمبيوتر، عندي انجن مانجمنت كمبيوتر تيستي، فحص القطعة داخل الموتور حندخل عليها الآن. عندي ترابل كود، عندي ورنك ديجرام، لاحظوا عندي المخطط الخاص، المخطط الخاص بالموتور حنشرح ان شاء الله في حلقات قادمة. حنروح نروح على ورنك ديجرام او لوكيشن، اظن عندي فيوز بوكس ريلي، اماكن الفيوزات، فحص الفيوزات وغيره. هيك يعني يا شباب حلقات بسيطة عن مخططات السيارات. حنبدا ان شاء الله سلسلة حلقات على قناة اوتوسكان بشرح تفصيلي لكل مخططات السيارات. لو اعجبكم سلسلة الحلقات هذه على قناة اوتوسكان يا شباب، تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل ما هو جديد في عالم برمجة السيارات الحديثة وبرمجة المفاتيح.